بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. إخوتي الأحبة، بداية أود أن أشكر قناة حلب اليوم على هذا الجهد الجبار الذي يفعلونه من أجل إيصال الأخبار إليكم وإيصال أخباركم إلينا في الغربة. شاء الله لنا أن نتغرب في بداية الانتفاضة الأولى ضد النظام الغاشم في سوريا، إلى أن وصلت بنا الأيام أن نستقر في الولايات المتحدة. أود أن أعرفكم على نفسي أولاً، أنا أخوكم في الله محمد طاهر خير الله. حين بدأت الثورة هب إخوانكم في المهجر لمساعدة ثورتكم اليتيمة التي هجرها كل من ادعى صداقة الشعب السوري، وكان لي الشرف أن أمثل إخوانكم المغتربين السوريين في إحدى الحملات الإغاثية أنقل ريعها للمتضررين والمحتاجين من أبناء شعبنا الجبار. اليوم هو آخر يوم في ثالث حملة إغاثية أحضر فيها إلى سوريا، وبفضل الله نقلنا المعونات إلى حلب، إدلب، حماة، حمص والشام. إخوتي وأخواتي، اسمحوا لي أن أتفرع إلى ثلاث نقاط مهمة لاحظتها من خلال تنقلي ومخالطتي لإخوتي السوريين في الداخل والخارج، أرجو أن تأخذوها بعين الاعتبار وأنتم ماضون في هذه الثورة العظيمة. أولاً، هذا نداء لكل العاملين في المجال السياسي من ائتلاف وغيره. الأنظمة الدولية لا يهمها الخسائر البشرية، هي تتعامل بالمصالح، فلا تنظروا ولا تظنوا أنهم يحزنون كلما ذكرتم لهم عدد الشهداء واللاجئين والمعتقلين. المجتمعات الغربية يحركها إعلامها، وإعلام هذه الدول متأثر بحكوماتها، فيجب عليكم توحيد أفكاركم ومطالبكم وأن تعملوا على قلب رجل واحد، حتى لا تعمل الأنظمة الخارجية على الصيد في الماء العكر. هدفنا الآن هو إسقاط النظام وليس نشر أفكار الأحزاب وتقديم الأجندات الشخصية. في سؤال لي حول متى ستنتهي الثورة لأحد الإخوة من كفنبل، أجاب الأخ بحرقة: والله مطولة يا أخي. يقول لي: نرى بادرة نصر ونرى 100 بادرة تدل أن النصر بعيد. النصر قادم، يقولها بثقة، ولكنه متأخر. ثانياً، هناك صراع خارجي وداخلي عن آلية الحكم القادم في سوريا. أود أن أذكر كل الفئات المقاتلة، منها ضد النظام والبعض منها المتقاتلة ضد بعضها، سواء كان فكرياً أو في بعض الأحيان للأسف ميدانياً، أن كل ما يريده المواطن السوري هو العيش بكرامة. المواطن السوري يريد أن يعبر عن رأيه ويتحرك في بلده بدون أن يكون خائفاً من أي شخص يحاسبه على أفكاره وتحركاته. لقد عاش السوريون بجميع أديانهم وعروقهم وأطيافهم جنباً لجنب في ظل سماحة دولة إسلامية الواحدة منها تلو الأخرى، وهو ما زال يستطيع التعايش مع بعضه البعض دون اللجوء إلى فرض الأفكار والمعتقدات. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. مجتمعنا هو مجتمع محافظ بطابعه، ولا خوف عليه من الانفلات الأخلاقي، ومن كان عنده قضية دعوية فليمتثل بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
وكما ذكرت مسبقا، الوقت الآن هو وقت تحرر من العبودية، وبعد نيل الحرية فليبدأ كل ذي فكر بنشر فكره، والله سوف يوفق من أراد الخير للبلاد والعباد. ثالثا، يشكو الجميع من الانتهازية والاحتكار واستعمال القوة لمن لديه السلاح. إخوتي الأعزاء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف لنا أن ننتصر والتجار ينتهزون النقص في المواد الاستهلاكية ليرفعوا الأسعار؟ كيف لنا أن ننتصر وبعض الفصائل المسلحة تظهر سلاحها في الأسواق أو عند المعابر لفرض نفوذها الشخصي أو المالي في الأسواق والمعابر؟ كيف لنا أن ننتصر وتظل قلوبنا على بعضها عندما نجيع إخواننا في حلب المحتلة؟ أهل حلب المحررة ليسوا أكثر وطنية وغيرة على بلدهم من الغرب المحتل. لو عدنا سنة للخلف لوجدنا أن حلب المدينة بأكملها تقريبا كانت خارج نطاق الثورة. إخوتي الأعزة، إذا أردنا النصر فعلينا التمثل بالأخلاق التي علمنا إياها رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وليس على التربية الفاسقة التي ربتنا عليها عصابة الأسد المجرمة خلال العقود الأربعة المنصرمة. أحبتي، سوريا بلد معطاء، وهناك مجال كبير للجميع للتنعم بخيراتها، ولكن ضمن الشرط الذي فرضه الله علينا وهو تقواه في كل شيء. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلينا جميعا التوبة إلى الله والعودة إليه وخشية دعوات المظلومين الذين يدعون على من ظلمهم، وكان من المفروض أن يحميهم ويحررهم. قال تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إخوتي وأخواتي الأحبة، الكلام كثير والحديث يطول، ولكن وقتنا المحدود لا يسمح بالإطالة. أرجو من الله عز وجل أن تكون رسالتي وصلت إلى قلوبكم التي أعلم أنها تحب وطنها. أذكركم أخيرا بغزوة أحد التي هزم فيها المسلمون عندما تسابق بعضهم لاكتساب الغنائم قبل حسم المعركة. لا تجعلوا هذا حالنا في سوريا، فوالله ثم والله من باع البلد من أجل مكسب مستعجل فسيرى عاقبته في ماله وأهله عاجلا أو آجلا. فاتقوا الله في سوريا، وتذكروا أن هدفنا هو إسقاط النظام المجرم، وبعد ذلك سنعود لنعيش سويا بتحابب كما فعل أجدادنا. والله ولي التوفيق. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تحية طيبة لكم مني ومن جميع إخوانكم المغتربين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.